هذا طول الله أعماركم رجال يقول أنا كنت إنسان صالح وفي بيئة صالحة وتعينت بعيد عن أهلي وصرت في وظيفتي هذه في مجتمع شباب أسهر معهم وأسمر معهم وصرت أنا دائما طايح وهم شوي شاد أعصابهم شوي ما أدري ما هم طبيعيين أثرهم يخفون علي أثرهم يتعاطون الله يعفو عنه وعنهم ويصلح شباب المسلمين هالحبوب. آمين. يقول جاني واحد وقال لي رجال جرب لا تصير طايح فشلت. يا رجال وش ذا حبوب مطو واحدة؟ قال يا ابن الحلال ما انت ميت قبل يومك كلها بس ابلعها افلح مع الرجاج ام حق فلاح. يقول والله خذتني العزة بالاذن يقول وانا ادف. يقول يوم صرت اعظمهم يقول ما عاد احس اني فوقهم شوي هما عاد جديد عليهم يقول يضحكون علي. يقول مهم سلكت فيها جاز لي جوها يقول ما عاد امشي لها في مخباتي. يقول ترددت عليه قلت عطني 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 يا اخوي بلشتني ترى بدراهم. قال بدراهم هذه الدراهم. يقول واشتري يقول وانهمك فيها يقول ولا عاد يقول اخذ الخمسة ايام ما نمت. لا حول ولا قوه الا بالله. تخيلوا انسان يعني وش تسوي صحته تنهار. يقول واقعد يومين نايم الى بطل مفعولها يقول اطيح نايم يومين. المهم يقولوا في بحر المخدرات نسال الله السلامه والعافيه والهدايه. يقول الى درجه اني انفصلت من عملي بسبب الغياب وصارت سمعتي سيئة وصرت كريه مكروه سبحان الله العظيم. يقولوا صار وجهي يروع وراحت حالي وصحتي. يقولوا صرت أعوذ بالله ما عاد لي هم ولا هاجس في الدنيا إلا هالمخدرات وين أشتريها وين أجيبها. يقولوا يجون هم خلصوا منه هم إلا بلا يا أبو عمر بلا نسأل الله السلام والعافية. ويجون شياطين الإنس قالوا تعال أنت بتبتل طفران ضايع تمنى الحبة والحبتين ورا ما تطمر يا مال غنيمة لهالديرة اللي جنبنا رأس مالها شنطتين تجيبها وانت أمورك زينة. قال ها يبون يهرب مساكين صادو هما لقوه ضعيف عند المخدرات. قالوا بندفنك بنعطيك كذا وبنعطيك فلوس وحبوب رأس مالها مشوار وانت اسمك نظيف لا قد هربت ولا انت براعي سفريات. يقول هما يتعاطى هالبلاوي هذه. يقول عزمي قوي قلت قدام وش الحمد لله قريب. قال لا ومحفول مكفول راس بشنطتين بتجيبها معك بس بتدخل سلام سلام ما في مشكلة. يقول يورالي يقول واروح يقول يستقبلوني هاكا الوحوش لا هم بوادم ولا هم بجن ولا هم بوحوش. يقول يروعون القلب وجيه غضب نسأل الله السلام والعافية. يقول يوم واحد استضافوني وعطوني شناط جديدة وحطوا أغراضي فيها قالوا خلاص روح. يقول جيت رايح يبدو ان الخبيث راعي سيارة الأجرة انه بلغ عليه اشتبه فيه. يقول يوم جيت في الحدود للدولة الثانية هذه يقول لهم يستقبلوني مرحبا مرحبا على جنب على جنب. يقول عادي تفتيش عادي جوازك شناطك هذه. يقول ياخذ شناطي ينزلها يفتحها يقول يشيل الستار هذا اللي الديكور هذا القماش اللي اسفل الشنطة يقولها مليانة واضحة ما هاي بلها. يقولوا يكلبشوني وينزلوني. داروا عاد أهلي يقول جو من السعودية أبوي وأخواني يقولوا من يصدق إن ولدنا ها صالح هالجودي هذا الآن ممسوك في قضية تهريم مخدرات نسأل الله السلامة والهداية والعافية. يقول المهم دخلنا يقول في الله يقول حكم وسجن عام ثم انتظر المحاكمة ثم سجن خاص للمغتربين يسمونهم اللي مو من أهل البلد. يقول ويطيحني الله في ثلاثة من جنسية ما هم بسيطة عرب لكنهم يعني فيهم حقهم من السطاية. يقول أنهم مسكتين السجن كله ولد أبوه يرفع راسه. يقول ممشين السجن على الصراط المستقيم اللهم يا كافي. يقول وتناشب أنا وياهم أنا واحد منهم. يقول وصلت على وشو عليه على سرير إلا بنوم على السرير قالوا تنام على البلاط. يقول أنا نام على البلاط. يقول انطقيت وتبهذلت وانهنت. المصيبة أنه في السجن أنقطع عن المخدرات فوش اللي يصير فيه أعراض انسحابية. يقول الآن أنا بموت أبي هالمخدر باللي هوبه ولا عاد حصل لي وفيها ضرب وفيها إهانة ولا أنا في ديرتي والزيارات قليلة. فتخيل الوضع اللي هو فيه وسلط الله عليه ذولا. يقول وتناشبنا وياهم مرة على سرير
يقول واطق واحدة منهم طق انا وياه تضاربنا تقول اسود انت قابلت. يقول لدرجة اني يعني باقي لحظات ويموت في يدي. يقول عقبها خلوا لي السرير يقولوا وانسجنت سجن انفراد يقول اسبوع وانا واقف اسبوع. يقول شيء عذاب دقته ما حد ذاقه. لكن طراه السجن انه صار نعمة له. همها انسجن صارت اعراض انسحابية ونفسيته زفت الى اخره لكنه جلس فترة. يقول وكلوا لي محامي قال المحامي شف اول رحمة من رحمات رب العالمين انك ما مسكت في السعودية. لان لو مسكت في السعودية قصاص تهريب ذا مو بسوالي. عندنا ارحم ما في قصاص. طيب وش عندكم؟ قال انتو حظك من 7 سنين ل15 سنة سجن. يقول يوه هذا البشارة الحين قال لك. يقول عاد دورني 7 سنين انت مستقبلي انا هذا اقل ما فيه. قال لكن بنحاول. يقولوا راحت مدة. يقول ويجيني قال اسمع قبل المحاكمة قال بكرة عندك محاكمة. قالي قال تدخل على القاضي. قالي قال جميع ما قال لك قل صحيح صحيح. أنت مذنب نعم. أنت هربت نعم. كان عندك علم نعم. أنت ندمان نعم. أنت تايب نعم. أي شيء يقولك نعم بس خل باقي علي ترى بحاول. أثرهم خط مخطط. يقولوا من هنا حضرون أخواني وأبوي فعلا والله نفس ما قال القاضي. نعم نعم نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله هداك الله حكمنا عليك ب7 شهور. يقول أنا مقضينا الحين 5 شهور. يقول وأنا أطيح لله ساجد سجدت شكر باقي شهري. يقول هما انحكم وارتحت نفسيا الأعراض السحابية انتهت. يقول قعدت أفكر هالشهرين وش اللي سويته. أنا عقب ما أنا ولد الفلان ولد حمولة ولد ناس طيبة وأهلي جواد العرب وموظف وقاعد أخطط أتزوج هالحين مخرب مخدرات وين أنا فيه وش ذا المهم. يقول وانقد على روحي وأرسترجع سبحان الله العظيم. يقول وأكمل الشهرين وأطلع وانصلح وتوظف من جديد وتزوج. يقول هالحين أبشرك عندي عيال. يقول والله ما عاد يحاسبني ربي عنها تبت إلى الله. فصار السجن سبحان الله خير تله. لو انه ما انسجن وهرب المخدرات هذه يمكن يرجع ثانيه وثالثه ويستمر في المخدرات. لكن لطف الله فوق كل شيء سبحان الله العظيم. سلامتكم. هذه الله اعلم انها دعوه اخر الليل من اما والديه ولا محب له ولا حفظته يعني ما يدري وش تصير فيه دائما. نعم يعني ترى المساله ما هي بسهله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا امين ويحفظ شبابنا.